في سنة 2006 هدوا لي بيت ولأخوي بيت في نفس اليوم. بيت كامل، بيت كامل يرد ينهدم قدامك. كان عندهم رأس السنة العبرية، أجي الساعة 6 الصبح وقلت له هاي الهدية اللي تعطينا إياها يوم رأس العيد. أنا أحمد غوان، ما رئيس مجلس الجفتلك، الأصل بدوي من بير السبع. بنعاني كثير من مشاكل الجفتلك بسبب الاحتلال وهدم البيوت وشغلات كثيرة، يعني فيها فيش عندنا خدمات، فيش عندنا مي، فيش عندنا كهرباء. أنت كل عمرك تشتغل هون، أنت قاعد تشتغل كل الوقت هون بالزراعة أو في الجفتلك، يعني رواتب ضئيلة جدا، مش هالرواتب اللي يعني تقدر تعيش منها وتبني بيت. فأنت بتحوش أنت وأولادك وانت تتفرج، مش قادر تسوي ولا شيء، كل تحويشة عمرك بتروح قدامك، ولا انت قاعد وانت مش مسوي غلط يعني. لا انت تقول مثلا ساكن برا التنظيم او كذا، طب قول له وين التنظيم، وين الحدود، اقول له اعمل رخصه، بسوي رخصه، بس مش انك تيجي تهدم البيت بجيش وجرافات كذا كانك فايت على حرب. يعني انت لما واحد يجي يهد بيتك شو، وهو اللي حاكمك، هو اللي ظالمك، عندك احساس قهر، احساس ذل. يعني انت لو تمسك، يمكن لو تمسكه وتقدر تاكله بتاكله، لانه بيهدم بيتك، بيشرد اولادك في الشارع. طبعا تاثير نفسي سلبي على الاولاد، يقول لك انه واحد اسرائيلي او واحد يهودي يجي يهد البيت تبعنا، ليش يهدوا؟ شو مسوين احنا؟ تقريبا كل سنه في بيتين او ثلاث بيوت هدم، غير المنشات الزراعيه وغير البركشات تبعت الحيوانات. يعني كانه انت قاعد سياسه ترحيل، هاي طريقة محترمة جدا. يعني انت احنا بنهدك مشان ترحل، تزعل وترحل، تروح تدورك بلد ثانية. المستوطنات اللي جنبنا، عندنا مستوطنة مسوى وبكعوت وارقامان، كلهم مرتبين وعندهم تنظيم وعندهم بيوت وعندهم برك سباحة وعندهم مي واصل البيوت وعندهم كهرباء وعندهم تلفونات، عندهم فاكسات. احنا مجلس فيش فيه فاكس ولا تلفون ولا تلفون ارضي حتى. عيش وسبنا عيش للاسرائيلي، لان هي ارضنا واحنا ساكنين هون. زي ما هو عايش في سلام، لازم انا كمان عايش في سلام.